الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يتكلم عنه الدعاة في هذه الحلقة ليس هو مما كتب فقط في الكتب، بل هو موجود في الإذاعات وموجود في القنوات وموجود في الصحف اليومية وموجود في مناهج التعليم وموجود على الحافلات وعلى الركشات وعلى غيره. وده يا أخواننا سبب ضنك المعيشة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي الذين أهلكهم الله، كان أكثرهم مشركين. فربنا سبحانه وتعالى يعاقب الناس بضنك المعايش وارتفاع الأسعار وذهاب البركة وكثرة الأمراض والطواعين والمشاكل والفتن والضلال والتقسم والتحزب والتشرذم، كل ذلك بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه من أعظم الجرائم التي عصى الله سبحانه وتعالى بها الناس. أكبر جريمة هي الإشراك بالله. ربنا قال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إجي الصوفية يطلع لك الأولياء بيعملوا أي حاجة، جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا والتمساح حجر في شانجلوك قلبه. ده موجود الآن في إذاعتنا في محلة هنا في جنب الدوام. أخونا الشيخ نبيل مشى يتكلم في محلة، الناس بيشاكلوا جوا الجامع، أدوا الفكي قروش قال له نزل لنا مطرة. الفكي 40 يوم ما نزل لهم المطرة. لما مشوا له الفكي قال لهم في فكي تاني ما دايرنا ننزل ماسكه. طيب انت شغال على يدي كيف؟ كويس يا ناس، انتوا بتضحكوا من الكلام ده، وده الناس بيعتقدوا عقائد عديد بالشاكل جوا الجامع. لا تدينا مطرتنا ولا تدينا قروشنا يا ناس، قروش شنو الماسكه يا اخي؟ تلقى كلام غريب. كتاب ازاهير الرياض عبد المحمود نور الدايم، ده شيخ الطريقة السمانية وده شيخ البرعي ذاته، ده استاذه عرفتها مدفون في طابة هنا غرب او جنوب الحيصة حيصة. كويس، ده في كتابه قال من كرامات احمد الطيب البشير السماني، فهمت؟ قال من كراماته انه كان راكب الحصان والناس خلفه في سنار. قال فمر على قبر حديث عهد بدفن، زول توفى قريب، قال فوقف عنده ثم ضحك، فقيل له ما يضحكك؟ يمكن يكون سمع نكتة، ناس مواهيم ساكت، فهمت؟ قال له قالوا فسألوه، فقيل له فقال لهم هل المذكور من الفونج؟ زول الميت مدفون قبيلة معروفة محترمة جدا. قال لهم الزول ده من الفونج؟ قالوا نعم. وكيف عرفت ذلك؟ قول الكلام زول دفنه 3 يوم. قال إن الملكان لما سألاه مالهم كانوا مشغولين بمامورية ولا شنو؟ إذا لو بعد 3 يوم شوف الكفر بتاع الصوفية، فهمت؟ قال لما سأله الملكان من ربك؟ قال لا يجيبهم إلا بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما دينك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما الرجل الذي بعث فيكم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فأعاد عليه، قال لي الإجابات دي أخ مشينا لك يا زول، انت دار اشتغل في مؤسسه في واسطات كمان في القبر؟ قال لي خلاص دي خلينا لك. اها طيب من البدايه من ربك؟ ده الخلاو يقول من الفنج. قال له وهات المك ما اتكلم معاكم. ده قال للملك، قال له وهات المك ما اتكلم معاكم يا زول. قال ولما دفن احمد الطيب شيخه وصنوه المسمى بالبقاري، قال جلس عند قبره وقال له أريد أن أهبك من عمري فإن فيك نفعا للناس. فقال له لا. قال لا لا ما تديني من عمرك.
قال له انا بقى لي 30 سنه اديك 5 سنه ولا حاجه. لا قال له فان بقائك انت في نفع للناس في ضرر للناس. شوف العقيده دي لابد تكون في الله. ربنا سبحانه وتعالى قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ان شاء الله انا واصل في السبت القادم ان شاء الله.